أنا اليوم في فندق لاسيغال. اللي ما تعرفونه عن فندق لاسيغال هو الفندق الوحيد اللي فيه مصنع شوكولاتة اللي هو الكافي. طبعاً كلنا نحب الكافي وأنا وايد وايد أحب الكافي، فتعالوا نروح مع بعض نشوف الشوكولات فاكتوري. Are you Chef Gordon? Yeah, Marhaba. Marhabtain. You speak Arabic? Yeah, a little bit, because I was in Lebanon before, so I can live to speak Arabic with you. Oh, nice. Yeah. Oh, يتكلم عربي. صدمني. يقول إنه هو كان في لبنان. شيء حلو. يلا زين. أنا اليوم أبي أعرف شلون يسوون الشوكولاتة. Chocolate is made from this pot. The seed of this one was me used to make a chocolate. Okay, this is cocoa. Cacao. Okay, cacao. Yes. من هني يجي كل الكافي والشوكولاتة في العالم. ياخذون البذر اللي داخلها ويحولونها كافي. الكافي الخام، الشوكولاتة الخامة، تجي من برا. هم يبونها هني ويسوونها عندهم. Let's make some chocolate. Okay. Let's start. I want to take you to show you the machine. Okay. Yeah. Alright. الحين بروح معاه عشان يرويني المكان اللي يسوون فيها الكافي. This is a machine for the bain marie to melt the chocolates. Okay. Yeah, this chocolate you put inside this way. طبعاً هاي المشين اللي يذوب فيها الكافي. And if you have the signal right here, you put it on here. You have the temperature. For the milk, 45. 45. Yes. You check a bowl. واو الله شكله وايد حلو الكافي. Very nice. Then you put it over here to get a cool temperature of our rate for using. بعد ما يذوب الكافي حطه هنا عشان تبرد. As you take it from here, you put it inside here for about roughly 1 hour, you get it temperate. Okay. بعد ما تدخل فيها المشين لازم ننطر ساعة وبعدين تكون جاهزة للاستخدام. From the coating, it will appear over here. Then we have to put this logo on top of it. Okay. فالحين ياخذ الحشوة وبعدين يغطيها بطبقة الكافي اللي توه مذوبها. ممكن ياخذ توفو، ممكن ياخذ أي شيء. الحين هو ماخذ نوع ثاني من الكافي وبيغطي بالكافي الزايد. I want a job. I want to work here with chocolate every day. You're welcome. You're most welcome. I will gain so much weight. Yeah. We have to go down there. Okay. She's going with us. Yeah. So I'll take it over there. هاي كلها ثلاجة. Yeah, this is a tunnel. It's all cold. Cold, yeah. Okay. You can touch it and see. Oh. Yeah. Moving down this way. How long we wait? No, in around 3 minutes time to be over here. Okay. الحين احنا ننطر الكافي اللي حطينا عليها اللوجو تمر بالثلاجة وتطلع عشان نشوف شلون صارت جاهزة ولا لا. اوه كاهم طلعوا الحين. And now it's ready. Ready to consume. You see the logo? Out. Oh, okay. Have a look. Yeah. الحين طلعت أول قطعة وجاهزة للأكل وطلع عليها اللوجو بعد ما شلينا عليها القطاس الشفاف. شكلها وايد حلو. وهو خلاص وعدني ثاني مرة أجيب. Okay, I'll try it. Yeah, so you can try it. Yeah. Are you people can be able to taste some? Yeah. Amazing. What's inside? We have a praline and a pipe for eating. Praline has a nut. I love it. Thank you very much. You're welcome. You're most welcome. أنا الحين في مطبخ لاسيغال مع الشيف روكوس اللي بيسوي كيكة اسمها أليانس. مرحبا شيف. مرحبا، أهلا وسهلا فيك.
أهلين، ممكن تقول لنا أكثر عن الكيك اللي بيسويها اليوم؟ هو كناية عن كيك اسمه أليونز. هو موز شوكليت مع فواكه ليتشي مع روز واتر مع فرومبواز الرازبري. بنخلطهم كلهم مع بعضهم، بنحط نص الموز شوكليت، يعني كناية عن أسيد من الفواكه مع الدارك شوكليت الكاكاو، بيعطي هاي الطعمة كثير طيب بين الأسيد والفواكه. أتخيل إن المي الورد هو اللي بيعطي الطعم الشرقي حق الكيكة. صحيح. أوكي. هلا منبلش منحط هيدي الليتشة منشيلها منقشرها منشيلها عندنا البذرة ومنسلقها بسيروب ومنحط لها روز سيروب، منتركها تغلي 30 دقيقة. هيدي بتعطيها حلاوة بنص الموس لما نعملها. الخطوة الثانية هي ما نحضر موس شوكولا، هي كناية عن حليب شوكولات 64. أوكي. طبعا زبدة وجبنة الماسكربوني، وعندنا كمان ميلة تانية صفار بيض فريش مع سكر، وعندنا ويبينج كريم. لكن منبلش أول خطوة هي منبلش نغلي الحليب، من بعد ما يغلي الحليب منحطه فوق الشوكولا، نحطه على دفعة. أوكي. لازم نوع معين من الشوكولاتة ولا أي نوع ينفع؟ لا، أضبط نوع هو يكون فيه كتير أسيد، يعني يكون أخذ أروم من المنطقة. إيه. وهيدي بتلاقيه بأفريقيا هذا النوع الشوكولاتة. يكون فيها أحماض يعني. أخذ من أرض طالع منها الشوكولاتة. نحن عم نعمل قناش، على طول لازم نشتغل على مهلنا مشان نتجنب يفوت هواء بنص القناش. أها. ولا يطلع فايد ببعض. نشيل الزبدة منقطع مربعات صغيرة. هلأ ممكن تساعديني؟ أكيد. شنو أسوي؟ أوكي، أنا رح أحطلك الزبدة. حضرتك حرك؟ تخلطين إيه شوي شوي. شلون؟ من جوا لبرا، خلي يصيروا كلهم مزيج واحد. أنا بهذا الوقت رح بلش الصبيون طبعا. نحنا بدنا نعمل 9 صفار، منحط فوقهم 80 جرام سكر لنعمل صبيون، نبلش نحرك. هلا نحنا بحاجة لنطبخهم. بهالشي منحطهم بامري، منحط مي، منحط طنجرة ونبلش نحرك. بس يعني نحرك لا يدوب السكر. ألاحظ أنت ما نزلتها كاملة داخل في الماء. إيه. انت ما تبيها تستوي؟ ما بدي يستوي، انا بدي البخار هو يستوي. اوكي. حراره 65. بهالحاله يكون عقمنا الصفار. نحن بهالوقت عملنا الصبيون، هذا القناش، بضلنا اصلا نحط الماسكربوني. كمان بدي شغلك معي. أوكي. لو سمحتي. عادي. بنحط جبنه الماسكربوني، هيدي جبنه ايطاليه. جبنه ايطاليه. شكلها نفس الكريم، كريمه. يعني فيها دسامه كلها فات. بهالوقت نحن الليتشي صارت كونفيت، منقطعها سلايسز مشان نحطها بنص الموس. نحن بحاجة كمان لرازبري ورازبري جام. يبنى توت وتوت قصدي جلي. جلي هو كناية عن مربى. مربى. ومنحشي فيه الفواكه الطازة، بيغني الكيك اللي نحن اللي عم نعمل. صار عندنا القناش. سلم دياتك طلعوا كتير منيح. هذا الصبيون، وهاي اللي هو طبعا سكر وصفار البيض. صفار البيض بعد ما تسخن بعد ما سخنوا مع حراره 65 بيطلع معنا صبيون. اوكي، احب نخلط كل شيء مع بعض. كل شيء مع بعض. اوكي. هذا الصبيون شفت اللي معي، بنحط القناش فوقهم ونخلط كله نفس البروسيجر، نفس الطريقة من جوا لبرا. جوا لبرا. بعد ما ياخذوا بعضهم يكون نحن خفقنا الويبينج كريم، منحط فوقهم. واو، صار شكلها حلو. شي فلافي ولونها لون الكافي مع الويبينج كريم. خلصت الموس طبعاً، مانا نحطه بالقالب. أوكي. Okay.
نلقط الليتشي اللي عملناها كونفيت. حط الليتشي داخل. داخل. اللي حلو في كيكة الموس إنها ما تحتاج فرن. بعد ما تضبطون الكريمة والخلطة والميكس تنحط في الثلاجة وخلاص تكون ردي. نحن محضرين معكرون. حط داخلها معكرون. نرجع بنعمل طبقة الثانية. منحط الراسبيري الحشيناه هون جام المربى. تركيبة الكيكة شوي غريبة، متحمسة ان انا اتذوق شلون بيكون طعمها. نرجع منزيدها طبقة موس. ضل عنا اخر طبقة هي المعكرون. بعد ما نخلص نحطه فريج. اوكي. كم دقيقة تاخذ تقريبا؟ بده بحدود 50 دقيقة للساعة. اها. اوكي، من بعد ما شلناه من البراد بنرشه زبدة كاكاو مع الشوكولا الاسود. نحن بحاجة ل 12 حبة معكرون نزين على الداير. حاطط انا هون شوكولا مع كريمة، عامله بشكل قناش مشان لزق فيه المعكرون. بحط كمية قليلة. وبتدي خلصنا كيكة الموس أليونس. كانت وايد حلوة، شكراً لك شيف، صراحة استمتعت معاك وانت تسويها وتعلمنا أشياء وايد منك. السلام عليكم. اهلا وسهلا. ويلكم تو روزز كب كيك. اولا شكرا، نور المحل. قولي لي يعني شنو محلك بالضبط؟ محلي احنا روزز كب كيكس موجود في سوق واقف، صار لنا حوالي سنة ونص تقريبا من فتحنا في سوق واقف. عندنا طبعا الكب كيكس بكل انواعها. خندوقتش تفضلي. اوه يبي. عندنا هاي الاوريو، الكوفي، هيزل نات، هاي الرينبو طبعا ملون. عندنا بعد اللولي بوبس كأنه مثل المصاصة بس هو من داخل كله كيك ومغطى بطبقة من الشوكولات. يحبونها الناس خصوصا في الأعراس والمناسبات لأن تعرفين تحسينها غريبة. أوه شكلها وايد حلو صراحة، حبيت الألوان. إيه ألوانهم فانكي شوي فتصلح كل المناسبات خصوصا الأطفال وايد يحبونهم. إنزين شلون بديتي في هالبزنس في هالمكان في الديزرت يعني؟ والله الفكرة جاتني من حوالي يمكن 4 سنين يوم كنت أنا أمشي في لندن. لندن وايد كانت يعني كان عندهم هاي الترند الكب كيك نازل، وفكرت بهالفكرة إنه كبزنس إنه ما كان موجود في الدوحة. لكن الشيء السبيشال اللي عندي إني أنا أحاول إني أخذ هالأمريكان كونسبت وأحاول يعني أدخله في الكاتري كلتشر. فمثلا عندنا كب كيك متخصصة حق مثلا بنكهات مختلفة مثل الكب كيك اللي بالتمر، كب كيك بالرهش، بالحلوة. وعندنا الحين بعد الفكرة الجديدة اللي هي الشوكولات شاورما، لازم أذوق تشيها مثل الشاورما اللحم أو الدجاج اللي جيتش لكن بداله شوكولات يكون ملفوف بهالطريقة. الله. مع طبعا فواكه تقدري تحطين ستروبري وشوكليت وات ايفر فليفر. ملفوف بكريبي صح؟ ايه اللي هو مثل البانكيك. مثل البانكيك يس. طعمها وايد وايد حلو صراحة. أول مرة أكل شاورما بالكافي بالشوكولات، نفس الشعور تحس إن أنت تأكل شاورما قطع بس شوكولات وألذ طبعاً. آه
صراحة الأشكال الكب كيك وايد حلوة وطعمها وايد حلو، بس لازم تروينا شلون تسوون هاي كلها وطريقة العمل. يعني طريقة العمل Let's go to the kitchen. يلا اليوم بسوي لكم الكب كيك اللي بالنكهات العربية، فبنسوي كب كيك بالتمر، بالزلابية، بالرهش وبالساقو. بالساقو؟ اي طبعا هاي نكهات غريبة. اول شي بنحط كوبين من الطحين، نضيف عليهم سكر، وبعدين عندنا هاي البيكنج باودر، وناخذ صفار البيض ونضيف عليه الماء، نخلطه شوي نحركه. هاي خليط الكيكة، هاي الكيكة اسمها كيكة الشيفون. طبعا عشان نعطيها النكهة العربية we will add السينمون ونضيف الزعفران، بس بنضيف عليها بياض البيض. الحين ممكن نصبه في القوالب. الحين بنضيف يعني حبات من التمر داخل الكيك نفسه، على اساس لما تكون عندنا جاهزة تاكلينها من داخل تحسين بطعم التمر، فهاي هو مثلا الكيك اللي بالتمر. الحين ممكن نضيف الرهش. الحين بندخل الصينية الفرن. الكب كيك عندنا جاهز، والحين نبتدي نجهز الزينة. طبعا نخلي الكب كيك شوي يبرد ونبتدي نجهز. فأول شيء بنحط الآيسنج. Do you want to try? Sure. This is my favorite part. أحب التزيين. شوف عاد شو بسوي. يا سلام. والحين نبتدي نجهز الزينة. وبتي شفنا شلون روز كب كيك يسوون الكب كيك مالهم، خصوصا التقليدي. شكله وايد حلو. يعطيكم العافية. Thank you so much جوهرة. شكرا لك رضا. ما قصرتي. وإن شاء الله أكيد أكيد باي محل مرة ثانية وباكل وايد. في العافية إن شاء الله. كلمة باتيسيري كلمة معروفة فقط في بلجيكيا وفرنسا، وإذا ما تواجد طباخ باتيسيري محترف في المطعم لا يسمح للمطعم باستخدام كلمة باتيسيري على عنوانهم، ويجب على الطباخ التدرب لعدة سنين وأخذ امتحانات معقدة قبل أن يسمى محترف. ما كان الفرنسيين أول من صنع الفطاير الحلوة، سبقوهم الأشوريين 3000 سنة تقريبا، ومن بعدهم اليونانيين، ومن بعدهم العرب. اكتشف الناس القدماء كيفية استخدام حرارة النار في الطبخ، مما ساعد الإنسان على البقاء على الحياة خلال فترة العصر الجليدي. أنا الحين في ريد كارلتون مع شيف خالد اللي هو مختص في تزيين الكيك والحلويات، وطبعاً مشهور عنا أنه هو سوى أكبر كيكة على شكل خريطة قطر وحطمت رقم قياسي في موسوعة جينيس. مرحبا شيف. مرحبا بك. ممكن تعرف عن نفسك وتقول لنا أكثر عن الكيكة؟ أوكي، أنا اسمي خالد. كانت إسبيشيكا في اليوم الوطني، اليوم الوطني لدولة قطر، وعملناه في نادي الغرافة وجيت موسوعة جينيس وحققنا رقم القياس الحمد لله. قد تقريبا كان كبر الكيكة، حجم الكيكة؟ الكيكة بالضبط كان 8 متر في 5 متر بالضبط. واو. تمام.
وكانت وكان ارتفاعها 16 سم 17 سم. طيب كم تقريبا كم بيضه استخدمت في صنع الكيكه؟ بتقولي 5000 بيضه كده مثلا. أوف. تمام. اغلبيه الضحى قالت انها الحمد لله وكانت جميله صح جدا. انا كنت بسالك من اكل الكيكه لانه ما وصلني شيء. ندوى الغرفه كله كانت كيكه كانت اوكي. طيب شنو بنسوي اليوم؟ بنسوي اليوم هنعمل ويدنج كيك، كيكه اعراس. تمام. هنعملها اربع طوابق، لان في ناس بيحبوا الشوكولاته في ناس بيحبوا الفانيليا. تمام. انا احب الفانيلا. انا بحب الشوكولاته. اوكي. فنعملها طبقين. اوكي حلو. هنجيب الايسنج بتاعنا. تمام. اللي هو بالظبط مكوناته ده بيبقى ابيض بيض وسكر ايس شوجر سكر بودره. خدها كده حطها على الكيكه. تمام. اهم حاجه يبقى ملمسها ناعم وبتقطعيها كده بالظبط من بره. اوكي. دول كلهم هنستعملهم تاني. اوكي. تمام. وبعدين بتيجي بظهر السكينه كده وبتعمل كده. اوكي. اوكي. اتفضلي يا هنادي. شكرا. بظهر السكينه. احنا نسوي طبقة ثانية؟ الطبقة الثانية ايوه. اوكي. انا اسويها؟ اسويها. اوكي. بس عليها شوية. اوكي. انت سويها من ساعة كان شكلها وايد اسهل. ماشي. ما انت عشان تعمليها في البيت لازم تعودي عليها. نشيلها ونحطها. قبل نحط الطبق الرابع في لازم نعمل سبورت جوه. تمام. ليه؟ عشان لما بتبني بيت. تمام. لازم تعمل له امدان. صح. واساس واساس عشان ما تفهمش اساس كلها تنزل على بعضها. احنا ما حطيناش تحت ليه؟ عشان تحت دي بتر كيك ناشفه شويه. تمام. فهتقدر تشيل اساس. بس الكيكه ديت والكيكه اللي تحتها دي موس، شوكه موس. فهنحطها سبورت. تمام. في السبورت بتاعنا فيه ستيك بلاستيك، ستيك عادي خالص. تمام. اوكي. تمام. بنحطه في نص الكيك كده. والربع برضه هنعمله نفس الطريقه. هناخد البايبنج باك اللي احنا عملناه اللي هو برق الزبده وتلف نفس اللفه دي بالظبط. تمام. عشان انت بتضمني اللي بتحطيه جوه ما بيطلعش من الكيك ثاني. تعال شويه. كل ما كانت الكيك كل ما كانت سيمبل وكويسه ما فيهاش الوان كتير كل ما كانت افضل. تمام. هتبتدي تمشي كده بالراحه كده اي شكل انت عايزاه. على طول بتدوس على الكيس تحت بتاع الكريمه بتاع البايبنج باك بتاعك. تمام. وبتعمل اي شكل زي كده. نايس. هنلون دي برضو لونين. ده برضو جولدن بوي. حته من المسكه بالظبط كده وتحطي على كده. بنفسك كده ليكي تبقى كويسه جدا. تمام. ايش الخطوه الثانيه؟ الخطوه الجايه احنا هنلون دول لونين. تمام. هنلون لون احمر ولون اخضر. تمام. هنضيفهم على بعض كده. شوف المهم مع بعض. بعد ما تخلصيها كده بتشيلها زي ما هي كده بالراحه وتحطي حوالين الكيكه كده. بنفس العجينه اللي عندنا برضو ممكن نجيب كتر زي ده كده مقطع. اوكي.
هاي وردتي صار شكلها شويه كأنها ستار فيش بس شكلها حلو. اوكي جميل قوي. نمسكها. ده هنا صح جميله. الحين خلصنا تزيين الكيكة بالآيسينج والكريمة، الحين الشيف عنده فكرة انه هو يزينها بالورد الطبيعي. وبكذي خلصنا الكيكة، شكلها روعة. شكرا لك شيف خالد، تعلمت منك اشياء وايد اليوم، بروح البيت وبطبق شوي. ان شاء الله تعلمتوا واستفدتوا تعالوا وخذوا حصص عند الشيف خالد، ممكن تعلمون اشياء وايد، ممكن تسوون كيكتكم زفافكم بنفسكم. ووصلنا لنهايه حلقتنا، ان شاء الله استانستوا معنا، نشوفكم في حلقه ثانيه.